درجة عندي بال برم كا أول مرة أخذ دقيقتين عشان أطلع الدرج. بيكون مطحون، شفت رطوبة جدا ايش تسوي، كله جبس، كله يصير زي الجبس. وحكتر لبن زبادي بس عشان يعني لا يصير كل كده موية على بعضه. بس والله أغلفه وأحطه في الثلاجة تاني يوم استخدمه. أوريكم حسوي فيه. جيت من طبق الخبازي، أبغى صواني توست. بقفل شكله. هنا يبيعوا لوحده يعني بدون غطاء، انا اخذ غطاء برا بسعر وغطاء بسعر. انا غطاء شكله هذا الشكل. كرتون؟ ايوه واحد كرتون كريستس. كريستس جيبها معاه. هاي الطبخة كده غريبة عجيبة، قطع الكوسة حمرها والدجاج سويته معاكم، دخلته الاير فراير حطيت عليه ثوم وملح وبصل بودرة وحطيت الفلفل الأسود السلام عليكم، كيف الحال؟
أدري إنه أنا صار لي منذ مبطي مرة من زمان، يمكن سنتين ما نزلت حاجة، بس خلال السنتين هذه صارت أشياء مرة كتير، في أحداث منها مستمرة إلى الآن، وحاليا صراحة بمر بوقت شوية صعب يعني. فإن شاء الله بإذن الله ناوي أشارككم إيش صار إيش ما صار خلال السنتين هذه، وأكون معاكم شفافة، بس تخلص يعني بإذن الله على خير، فسووا دعاء بليز. فحابة كده أثبت فقرة من هذه الفقرات، إنه أنا كده أقعد أدردش وسولف وأقول الأشياء اللي أنا تجيني في لحظتها وتحمس مرة كده إني أنا أبغى أوصل لكم كلام. فأبغى أتكلم عن موضوع، عن قناعة أو معتقد تربى عندي الفترة اللي فاتت. أنا من الناس اللي صار لي فترة مرة طويلة أبغى أحذف حساباتي في السوشيال ميديا، جربت أسوي ديتوكس ما ديتوكس، ولكن أنا مضطرة إني أبقي مثلا على الإنستغرام لأنه عندي حساب بزنس، وصراحة لازم يكون أكتيف، ومش عندي القدرة المادية كفاية إني أنا أمسكه أحد يعني. يعني إن شاء الله أوصل للمرحلة هذه أكون جخ وكاش كده، إني أنا ما أبغى أوجع راسي بالسوشيال ميديا، لأنه إلا أنا شايفته في السوشيال ميديا مؤخرا صراحة ما هو شيء أنا يعني ما هو شيء أنا أقدر أتأقلم معاه يعني. فخليني أقول لكم إنه مؤخرا بقول على لساني إنه السوشيال ميديا ليست للضعفاء، وليست للناس اللي عندهم عقد نقص، وليست للأطفال، وليست للمراهقين، وليست للأشخاص اللي ما عندهم هدف يعني على السوشيال ميديا، كمثلا تسويق، ولا لأنه هو صار في النهاية بزنس إز بزنس يعني. فقبل كم يوم استوقفني ريل نزل يقول واحد في الريل يقول إذا أنت ما رحت الجيم كل يوم أنت piece of shit يعني. I was like إيش فيه؟ وأنا ذاك اليوم ما رحت الجيم لأنه كان يوم أوف، وكنت بسوي حاجة تانية فما يمدي أسوي الاثنين. قعدت أقول يلا لدي الدرجة يعني السوشيال ميديا تطلق علينا أحكام إنه والله إحنا ما إحنا مسوين جهدنا كفاية، أو إحنا مقصرين في حقنا، في حق أنفسنا أقصد، أو إحنا يعني ما بننتبه على نفسنا كفاية. دائما أنتوا تشوفوا سواء أنتوا سويتوا للحسابات هذه فولو، ولا هي تطلع لكم في الإعلانات إنه والله إحنا المفروض نأخذ المكمل الغذائي، وإحنا ما إحنا مش ما إحنا منتبهين على صحتنا يعني، وإحنا لازم نسوي الستريتش الفلاني، ولا إحنا لازم نأكل الأكلة الفلانية يعني. overwhelming. أنا أحس صارت دي الأشياء خانقة اللي دائما تحسك بالنقص، أنك أنت ناقص، وأنك قد ما سويت يعني أنت لا والله ما أنت في المعيار والستاندرد. المشكلة هذا المعيار مش واضح يعني. أنت لو مسوي فولو الألف حساب في الصحة والتغذية والمكملات الغذائية، طب كم معيار حيكون عندي يعني؟ ما أعرف، بس too much too much. النقطة الثانية إنه الحسابات في الانستغرام وغيرها صارت يعني عرض للمال والبنون، يعني استعراض للمال والبنون، سواء في العمليات التجميلية، ولا سواء في البيت اللي اشتريناه، ولا في الأكل اللي أكلناه، ولا في السفر اللي سافرناها، ولا في السيارة اللي ركبناها. السوشيال ميديا دائما تحسسك إنه أنت والله أقل، سواء أقل في المال، ولا أقل في الجمال، ولا أقل في الصحة، ولا أقل في السفرات. دائما تحسك إنه والله أنت دائما missing out يعني، في شيء ناقص في حياتك، في سفرة أنت ما سافرتها، في سيارة أنت ما اشتريتها، في جهاز أنت لسه ما اقتنيته. دائما دائما في سباق، في رش كده، في جري في الموضوع يعني. للأسف السوشيال ميديا تأثر على الناس اللي عندهم عقدة نقص يعني، بالشعور السلبي، تخلي دائما عندهم شعور الحسد هذا، انه انا والله اتابع فلان صح انا برغبتي، لكن بأحسده في النهاية يعني. انا ابغى اسألكم سؤال،
كم أحد فينا يقفل من الإنستغرام بعد ما يجلس عليه ساعات وساعات ويكون حاسس بشعور إيجابي تجاه الأشياء اللي هو شافها، أو حتى لدرجة إنه توصل إنه والله أحس تجاههم بالحسد، إنه واو إنه هدول مثلا الصيف هذا راحوا 5-6 بلدان وأنا لسه جالس في مكاني ما رحت ولا مكان بسبب أي ظرف من الظروف يعني. ف بقول دائما إنه السوشيال ميديا يبغى لها ناس ناضجين، مش أطفال ولا مراهقين، يعني اللي لسه ما كونوا المعتقدات ولا لسه ما اشتغلوا على اللي جواتهم. دائما يخليك تفكر بالأشياء السطحية، الأشياء الظاهرة. يعني نادرا ما يكون في السوشيال ميديا ينبع منها إنك أنت والله المفروض تشتغل على نفسك من جوا قبل لا تشتغل على نفسك من برا، يعني سواء جماليا ولا ماديا ولا whatever. يعني شاركوني آراءكم حول الموضوع، كيف تحسوا من السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا بالنسبة لي أنا ليست للضعفاء ولا للي عندهم insecurities. لو بيدي كان مرة من زمان قفلت حساباتي في السوشيال ميديا، بس زي ما قلت لكم مضطرة. بس قولوا لي إيش رأيكم، اكتبوا لي تحت في التعليقات. يلا نشوف إيش عندكم. باي. يا أهلا يا أهلا، شكلي حقدي بقناة الطبخ. حسوي معكم دجاج بيستو، دجاج بالبيستو مرة لذيذ. البيستو ده أنا ماخدته من المتجر، هذا كيتو بيستو، إحنا نسويه ومرة لذيذ ترى. وجبنة حلوم، جبنة حلوم هذه أنقعها في موية دافية لمدة نص ساعة وبعدين قطعتها كده تمام. والصدر الدجاج اللي تبلته معاكم، أنا هستخدم توست كيتو برضو من المتجر، وأمي هتستخدم العادي حق الحبوب الكاملة. هقطع هذه مربعات مكعبات. الزيت لازم يكون حار ضروري. وجب شوف كريت لا تخافي. تماما هنزل عليها الصوص ملعقة. طيب السندوتشات عندي كيف احضرها؟ بس احط عليها رشة بسيطة بس عشان ايش الحشوة لما نحطها فيها ما تلصق، ما تطيح تفرفط. فجأة خبطت لأمي وقلت لها يلا خلينا نمشي.
هو مكان قريب من عندي ستيك هاوس. اخذنا سالاد بار و في دحين ايش طلبنا الحين اوريكم. سبحان الله بس كنت مشتهية سلطة ملفوف حتى اذا طلع فول عافية. هذا الشيء مرة لذيذ قرنبيط محمر متبل. هذا كمان رهيب بنجر. أمس رشت علينا بزبدة بعدين طلعت في الليل كل السيارات نظيفة إلا سيارتي. ما أدري ليه حاسة إنها بس مطرت على سيارتي. الحمد لله هي مو مطرت أصلاً, هي بس هتت كده اللي تفت بس. يعني اللهم لا تعرض في حكمك مو مشكلة تسوكي. اليوم السبت آخر كلاس في الأسبوع ده. Let's get into it. هذا هو مشروبي المفضل بعد الجيم. كده I'm good to go. عشان المحطة دي آخر محطة قاعد أدور وايرلس ماوس, والموجود مش تايب سي يو اس بي, وأنا عشان أبغالي الماك. هذا طلع على عادي يو اس بي, فراح يدور إن شاء الله هسه. المحاولة الثانية وستيل لما تضبطه معنا مرة بيشبك. المهم لم تضبط معنا كل اللي موجود. يو اس بي القديم تايب سي ما في تايب سي, ولا انه ممكن اروح اشتري وصلة وما وصلة. انا مرة اكره الوصلات هذه شكلي. ما ادري بروح اشوف اونلاين ولا جرير. المشكلة بكرة ابغى اسوي شغل الليلة كمان بس اسوي شغل. شو تعند اكسترا لان الحين نولك بس بشوف احد يساعدني يمكن يحس معاي. وصلت يس. طبعا احنا ما في اضرب مشاوير صراحة, ويجربوا قبل اطلع على المحل. اوبس با 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 با. يا ساتر. طيب اون طيب خليني اشوف هنا. المفروض احس انه ما يفرق. عشان أنا بس قاعدة أفهمي ترى. طيب ده البتاع يمكن يبالو بطارية. والله ماني قادرة أزحلقه إلا يبالو بطارية. أشوف أخذ من بطارية. أقول لكم ترى من جد طلع يبغالها بطارية يا أخوريل, بس هم ما عندهم. فشكلي حروح بهالبيت وتوكل على الله يعني no options. هذه رجعة تمام. أوكي يا جماعة الحياة
الحياة مع الماس أسهل بكثير من غيره. أوكي، الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات. هذا الماوس والميشن is done. Thank you so much. أشوفكم الأسبوع الجاي. باي.